في راي ديستانس من المابس اللطيفة جدا جدا في الفي راي، وليها استخدامات كتيرة جدا، وكانت إضافة قوية جدا في الفي راي بصراحة. فتعالوا بينا نشوف ازاي ممكن نستفيد منها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مع درس جديد. ان شاء الله هحاول كل اسبوع يكون في درس، فما تنسوش تشتركوا بالقناة وورونا دعمكم للدروس دي. تعالوا بينا نشوف. لو انا فتحت الماتيريال، احنا هنشتغل على ماتيريال الطبق اللي موجود قدامنا ده. الطبق ده فيه 2 ماتيريال. لو انا بصيت من تحت هنا هلاقي فيه ماتيريال تانية تحت انا مش هشتغل عليها، لذلك احنا هيكون كل تركيزنا على الماتيريال اللي فوق دي. ماشي، لو انا فتحت الـ IPR هلاقي الماتيريال ظاهرة معنا بالشكل ده. ممكن علشان السكينة دي ما تعمليش لخبطة شوية، عشان يكون الامر واضح هنعمل لها هايد دلوقتي. ماشي، طيب لو انا جيت هنا في المابس الخاصة بالفي راي هلاقي حاجة اسمها في راي ديستانس، هحطها هنا في الديفيوز وهشوف ايه اللي هيحصل. المفروض الفي راي ديستانس دي فكرتها قائمة على انها بتديني ماسك ما بين الاوبجكت اللي عليه الماتيريال وما بين اي اوبجكت تاني انا بختاره. طبعا انا شايف الماتيريال كلها ابيض في الريندر، لان احنا ما اخترناش ايه هو الاوبجكت اللي هتتحسب المسافة من عنده. فانا لو فتحت الفي راي ديستانس من هنا هلاقي هنا اقدر ان انا اضيف الاوبجكت. احنا دلوقتي هنستخدم الكوباية اللي فوق دي على اساس ان هي اللي تبدأ تولد بناء عليها الماسك اللي احنا عايزينه. فانا لو جيت هنا ودست كده شايفين هلاقي الماسك بدأ يظهر معايا في الريندر بالشكل ده. طيب ممكن اتحكم في المسافة دي عن طريق الديستانس من هنا 5 مثلا كده، انا خدت الراديوس بتاعها بقى صغير، نخليها مثلا 15 او نخليها 10 دلوقتي. طيب ايه كمان ممكن اعمله؟ لو انا طبعا الكلام ده مهم جدا، لو انا عايز اعمل زي ديرت كده ماشي، بس هي ليها استخدامات تانية هنشوفها دلوقتي. لو انا خدت نويز، فين النويز؟ النويز في الجنرال، و حطيت النويز ده في الديستانس تكستشر. ماشي، هلاقي نفسي ان انا دلوقتي بتحكم في شكل الجريدينت اللي انا شايفه ده عن طريق النويز اللي انا حطيته هنا. طيب هي دلوقتي مش باينه علشان السايز بتاع النويز كبير قوي، فلو خليت السايز ده 2 مثلا وجيت من هنا وحددت بس النقطه دي هي اللي تعمل ريندر، وانا اخترت فراكتال، شايفين هلاقي النويز بتاعي بدأ يظهر في الجريدينت اللي انا عملته. ممكن اخلي دي 1 اصغرها اكتر او 1.5، شايفين الفرق اللي بيحصل هنا. طبعا دلوقتي انا عملت جنريت للماسك اللي انا عايزه. ممكن استخدم الماسك ده باي استخدام انا عايزه. ممكن احط مثلا في الاسود ده يديني ماتيريال والابيض يديني ماتيريال تانية. على فكرة برضو دي انيميتد، يعني لو الكوباية دي مثلا بتتحرك هلاقي الماسك بيتحرك معايا. ممكن استخدم الماسك ده في الديسبليسمنت، لو انا عايز المكان اللي تتحرك فيه الكوباية دي يحصل فيه ديسبليسمنت، فكده الماسك بقى جاهز عندي. ماشي، تعالوا بينا نشوف حاجة تاني ممكن نعملها. لو انا جبت جريدينت رامب زي ده، وهحاول ان انا اعمل جريدينت في كذا خط. يعني خلينا نشوف، هنخلي ده ابيض، هنخلي كل حاجة ابيض دلوقتي، ديليت، وده كمان ديليت. فممكن اجي هنا 1 2 3 4، هخلي ده اسود وهخلي ده كمان اسود. هوريكم دلوقتي ازاي ممكن نستفاد من حاجة زي دي. وهعمل 1 كمان هنا، هخلي ده اسود وهخلي ده هو كمان اسود.
ده. طيب هو الفكرة دلوقتي ان انا عايز الجريدينت ده يلف حوالين الكوباية بمسافة معينة، ماشي؟ فانا دلوقتي لو جيت وعملت حطيت دي هنا في الديفيوز، هلاقي النتيجة ظاهرة معايا بالشكل ده، مفيش حاجة باينة، والجريدينت ظاهر بشكل مش هو اللي انا محتاجه. طيب فانا لو هحتاج ان انا اجي هنا في الجريدينت تايب وهقول له ان انا عايز الجينيريشن او الاتجاه بتاع الجريدينت ده يكون بناء على ماب، ماشي؟ ثم هاجي في الفيري ديستانس دي وهحطها هنا في السورس ماب وهقول له انستانس. شايفين انا هشيل دلوقتي النويز اللي انا عملته؟ شايفين الماسك اداني ايه؟ ماشي. ممكن لو انا شايف ان هو واسع قوي، طبعا هو طالع لبره من هنا علشان الكوباية مش في نص الطبق زي ما احنا شايفين. هنرجعها مكانها تاني، انا كان عاجبني الافكت ده. لو انا دخلت دلوقتي في الجريدينت وغيرت اي شيء في الجريدينت اللي انا عملته، ممكن ازيح دول شوية لجوه، ماشي، حاجة زي كده، تمام. لو انا دلوقتي حطيت النويز هنا في الديستانس، هلاقي النويز بيأثر هو كمان على الباترن اللي انا عملته، بس طبعا تأثيره كبير شوية، ف ممكن اخلي ده 15 نشوف ايه اللي هيحصل. هخلي السايز بتاعه 2 3 4، والله 3 كانت شكلها لطيف. فدلوقتي بقى يأثر مع شكل الباترن او الماسك اللي انا عملته، هيأثر عليه شكل الجريدينت اللي انا عملته، وهيأثر عليه كمان قوة النويز اللي انا حاطه هنا في الديستانس. ممكن اشيله وممكن اخليه على حسب ما انا عايز، ماشي. طيب الماسك ده اقدر استخدمه بقى، خلونا مثلا نعمل ماتيريال للون الابيض وماتيريال للون الاسود، ولنفترض مثلا احنا عايزين عايزين نعمل نخلي اللون الاسود ده يكون ذهبي مثلا، فهنيجي هنا في الماتيريال، هشيل الديفيوز ده، هخلي الريفليكشن ولا سيبه، خليه دلوقتي. هاجي في الميتاليكنس هقول له ان دي هتبقى معدن 100%، واحد، ماشي. واختار من هنا لون ذهبي شوية او نحاسي ايا كان، احنا بس بنشوف الفكرة، ماشي، حاجة زي كده. طيب ثم هعمل فيري فيري بلند وهحط ده يبقى هو البيس، وهحط عليه الذهب اللي احنا عملناه او الجولد، ثم هاخد الجريدينت ده وهحطه هنا في البلند 1، وهقول ان دي هي اللي هتبقى ماتيريال اي دي رقم 1. طبعا دلوقتي هو عمل العكس، فاحنا هنحتاج ان احنا نعمل انفيرت للماسك، فهاجي تحت هنا في الاوتبوت وهقول له اعكس الماسك، يعني الاسود يبقى ابيض والابيض يبقى اسود، ماشي. تعالوا بينا بقى نحط الماب دي اللي هي اللي كانت لونها ازرق اللي انت شفتوها في اول الدرس، هنحطها هنا في الديفيوز. شايفين؟ فاحنا كده استخدمنا الماسك في الدمج ما بين اتنين ماتيريال. اقدر ان انا في اي وقت لو انا حركت الكوباية دي شوية كده هلاقي الماسك بيتعمل له ابديت على حسب المسافة ما بين الطبق وما بين الكوباية اللي موجودة فوق دي، ماشي. لو انا دخلت في الجريدينت هنا، او خلاص احنا خدناه تحت هناك وحاولت ان انا اعدل شوية او اظبط شوية في الماسك اللي انا عملته،
ممكن اوسع عليه شوية كده عشان يديني، شايفين في جريديانت بدأ يظهر في الحتة دي بس شكله كبير شوية فخليه صغير كده. عامة انت بتظبط الماتيريال على ذوقك. طيب ايه ممكن كمان استخدم فيه ال distance texture دي بتاعت ال V-Ray؟ انا شخصيا من الحاجات اللي بتفيدني فيها جدا الماب دي، لما بكون بعمل ماتيريال طريق ماشي، وعندي مثلا عندي خط تاني هنا على جنب الطريق ولنفترض ان ده الرصيف مثلا ماشي، فالماب دي بتسمح لي ان انا احصل على جريديانت او ماسك ما بين جنب الطريق وما بين منتصف الطريق. ليه؟ لان عادة جنب الطريق بيكون في تراب، في ورق شجر وهكذا ماشي، فالماب دي بتسمح لي ان انا احصل على الماسك اللي يديني جريديانت محترم جدا على الاطراف، حتى لو كانت الطريق دي ملتوية مثلا ولنفترض ان الطريق عاملة كده، فده بيديني جريدينت على جانب الطريق باستمرار، فبيكون بيديني تأثير حلو جدا بيفيدني في عمل ماتيريال الاسفلت على المساحات الكبيرة ماشي. لو انا مثلا عندي فورست ممكن استخدم برضو المابة دي جوه الفورست زي ما قلت من شوية. لو انا عندي طريق مثلا والطريق دي عايز احط عليه على الجنب مثلا ورق شجر او ما شابه ذلك يعني، فاقدر ان انا استخدم الماسك داون في ان هو يوزع، هو اللي يتحكم في توزيع الفورست على جنب الطريق. فبصراحة المابة دي جميلة جدا. هنحاول يكون يعني لو انتوا عايزين نعمل تطبيق ليها في الفورست ونشوف ازاي ممكن نستفيد من حاجة زي دي، مفيش مشكلة، بس قولي لي رأيكم هل الموضوع واضح او محتاج ان احنا نعمل درس تاني نستخدم فيه هذا الأسلوب ماشي. أتمنى الدرس يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.